ومن الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار المنتظر حدوثها اليوم. النهاردة الجامعات الأهلية المصرية، الملك سلمان الدولية، الجلالة، العالمين الدولية والمنصورة الجديدة هيغلقوا باب التقديم لعدد من البرامج الدراسية المتميزة اللي هيتم تدريسها في الفصل الدراسي الثاني. النهارده كمان الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي هتعمل لقاء مع مسؤولي عدد من الجمعيات الأهلية لبحث الدور اللي هيقوموا بيه في مبادرة سكن كريم. كمان النهارده آخر موعد للشركات السياحية لتوثيق عقود وكالة العمرة علشان تبدأ تنظيم الرحلات في أشهر رجب وشعبان ورمضان، وده هيكون وفق الإجراءات الاحترازية اللي بتسهم في الحفاظ على صحة المواطنين. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير، وعيد علينا وعليكم الأيام يا رب. النهارده كمان هيتم تنظيم قافله طبيه علاجيه في مركز ملوي في قريه دير ابو حنس وتقديم الخدمات الطبيه وصرف العلاج للاهالي بالمجان، ده ضمن مبادره الرئاسيه حياه كريمه. واخيرا المياه هتقطع لمده 9 ساعات في بعض مناطق مركز المنزله ومركز المطريه في الدقهليه. المياه هتقطع من الساعه 8 الصبح ولحد الساعه 5 مساء في مناطق الفروسات العمره الجديده الطويل العزيزه، وده بسبب أعمال الصيانة.